السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غندير معكم راندا ديال الياجورة أو الجاكار على طول جلابة. غادي نخدموها غير بخيط واحد، ملي كتكون لون في اللون نديروها بخيط واحد، وغادي نوري لكم إن شاء الله حتى كيفاش تخدموها بالقياس اللي بغيتو، يعني كيفاش تزيدوا فيها. غادي نبداو، إلا بغيناها على طول جلابة أو للقفطان من الأحسن غنبداوها من التحت باش نطلعو مع القدام كامل حتى نوصلو الفتحة ديال العنق. ديك الساعة كنقسمو الراندة وكنخدموها، كان قفطان كنخدمو عادي، كان جلابة راه كنقسمو وكنقلبو. غنبداو أخواتي، نجيو لهنا لتحت. انا هنا راه حتى خدمت وحليت، خدمت هاد الحرير على ثلاثه الشعرات ولكن جا غليظ، عقب تحليته غندير الحرير غير على جوج شعرات. بالنسبه للحرير كيبقى اختياري وعلى حسب الطلب. البره دائما خدموا بالبره النمره، هي راه من الاحسن تخدموا بالبره النمره 6. غير بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي يلاه باديات، الا بغاو يخدموا بالبره النمره 5 يبداو بها. نبداو بسم الله، نجي للثوب غادي نشد هنا. بالنسبه لهذا القياس راه طلبت ولدي واحد الاخت غندير فيه القياس ديال 16 عين، ويمكن لكم تنزلوا ديروا حتى 12 عين، وفي ما تبغيو تزيدوا يعني تكبروا غتزيدوا بالربعه. المهم انا غنوريكم القياس ديال 16، والا بغيتوا تزيدوا كتبقاو تزيدوا جوج من هنا وجوج من هنا، يعني من 16 تزيدوا 4 تولي عندكم 20، اولا تزيدوا عاوتاني 4 تولي 24. المهم هذا هو القياس اللي كتمشيو به. ونبداو من التحت، ضروري نبداو نجيو لتحت للجلاله، نخليو غير شي شويه كيفاش نشدو الفنيتات. الفنيتات من الاحسن نشدوهم بحال هكا من تحت الثوب باش تغطيهم ما يبقاش شد فيهم الحرير. صافي وبداو، نعاود نشد هنا الشده الثانيه في الثوب. صافي تيتكون هذا الخويط، غادي نرجع فيه، نعاود نرجع في هذه العوينه. انا قربت لكم اخواتي. صافي غنبقى ندير في بناء الغرز حتى نحدد القياس ديال 16 عين. صافي كنبقاو نخدمو نحسبو العوينات اللي في هاد الجهة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود عشرة حداش طناش تلطاش، بقى غنزيد تلاتة. صافي انا كملت القياس ديال 16 عين، غنجي للثوب الفوقاني نشد فيه بحال هكا، ونرجع في هاد العوينه نخدم فيها ونعاود نجيبها حتى هي لعند الثوب. صافي غير نقاد الثوب مزيان، صافي غنهبط هاد الهبطه عادية مع هاد السطر كامل باش نبدا من يكون طالع. صافي اخواتي نزلت مع هاد السطر، غنشد هنا في الثوب، غادي نخدم هنا سبعة العوينات.
كنشدو اخواتي دائما العدد اللي درتو غتقسموه على جوج، بحال هنا عندي 16 عين غنخلي 8 الفوق، حقاش الخدمه هنا ملي تنكونوا لتحت شادين في التوب وكنطلعوا، ماشي هي الخدمه ملي كنكونوا الوسط وكنطلعوا، يعني دائما هاد الفوق تتبقى زايده فيه واحد العوينه. غادي نخلي 8 الفوق ودوك 8 ديال التحت غنخدم فيهم 7، والعوينه الوسطانيه هي اللي غتبقى. الا درتو قياس 20 عين غتقسموا على جوج ديك العشرين غتعطيكم 10، غتخليو 10 الفوق والعشرة التحتانية غتخدمو في تسعود، والعشرة الوسطانية هي اللي غتخلي عوينة. هنا درت 16 غنقسم 16 على جوج غتعطيني 8، 8 غنخليها الفوق وتمنية اللي لتحت غنهز فيها 7، وغتبقى وحدة غنخليها الوسط. غنخدم دابا في 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7. غادي نعاود نرجع في هاد 7، نشد في التوب ونرجع. هنا ولات عندنا واحد العوينه، غنعاود نرجع في هاد السطر هانتوما اخواتي، غنعاود نرجع الرجعه الثانيه حتى غتولي عندي في هاد الدريجه جوج عوينات، 1 2، نعاود نرجع حتى للتوب ونرجع. صافي نخلي هاد العوينه ونجي لهنا، نحاول نرخي هاد الخيط واحد شويه غير باش ملي نخدم فيه تبقى لينا هاد البلاصه بحال هكا. هنا اخواتي بقاو لينا 8، غادي نخدم فيهم دابا 8 العقدات، ها وحده ها جوج، يلا غتعطينا عوينه، يعني غنخدمو هنايا 8 العقدات، ملي غنكونوا راجعين غادي نخدمو غير في 7. نعود هاد العوينه غير باش نهزها كامله، دائما حاولوا ما تبغوا تخدموا تهزوا العين كامله. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة 7 8، نشد هنا في التوب. دابا خدمنا 8 الضربات يعني العقدات، 8 العقدات، غادي نرجع غيعطوني 7 العوينات، ها واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها 7، ونخدم في هاد الخيط هاد الضربة بحال هكا ونرجع مع السطر. هنا ملي رجعت بقاو ليا 7 العوينات، صافي بقاو هنا 7 وهنا 7، واخا في الاول بدينا ب8، لحقاش هنا بدينا من هنا وطلع هنا، ماشي بحال ملي كنكونوا شادين في التوب وكنخدموا. صافي نشد هنا في التوب ونعاود نرجع المره الثانيه، عاود ثاني نخدم في داك الخويط باش نكونوا ثاني هنا هاد الدريجه من جوج عوينات. نشد هنا ونرجع، صافي كنخدمو كنعليو هاد الراندة اللي من هنا بحال هنا في هاد الخيط هذا كنخدمو فيه حتى تولي عندنا عاوتاني هاد الدريجة هنايا. صافي نرجع في هاد 7 العوينات،
صافي ونشد هنا في التوب. دابا غنهبط مع السطر كامل، غنخدم هاد سبعة الاوينات اللي هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة. وهنا كنا ناقصنا عوينة، غادي نعمروها بجوج، ها واحد سبعة يعني تمنية، ها تسعود، ونزل هنا عشرة حداش اتناش تلتاش ربعتاش خمستاش ها ستاش. صافي عوضنا العوينات اللي عندنا، رجعنا ستاشر عين باش بدينا. الحرير اخواتي ولا قصير، غادي ندخله في التوب ونركب خيط اخر. نجي لفوق اخر ضربة، ندخل البرة، نهز هاد العوينة هنا، وخا تجي ضربة فوق ضربة، المهم راه الخيط يجي ثابت يعني ما يطلعش. لكن شي مرة لشدينا حداها مع الصابون ومع الوقت كيطلع هاد الخيط اولا كيترخى، تيولي يبان مرخي في الخدمة. المهم انا هادي هي طريقتي اللي تندير، غنزير هاد الضربة مزيان ونجر الخيط اللي لتحت. صافي ونشد في التوب. في الاول اخواتي خدمت هنا سبعة العوينات، دابا غنقص جوج وغادي نخدم غير خمسة. وانتوما القياس باش بديتو في المرة الثانية، يعني مثل تبغيو ديرو الدرجة الثانية، راه كتنقصو جوج عوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. نعود نرجع في هاد خمسة العوينات، نشد في التوب. هنا ولات عندنا هاد العوينة، حنا هاد الدرجة الاولى درنا فيها جوج عوينات، حتى هاد الدرجة الثانية غنخدم حتى يولو عندي هنا جوج عوينات. صافي تنشد في التوب ونرجع في هاد الخمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. هانتوما أخواتي غنجي دابا لهنا، غنخلي هاد العوينة ونشد هنا في هاد العوينة، نخلي هاد الخيط مطلوق عاوتاني قياس من هنا لهنا ويجي شوي مرخي بحال هاكا. نزيد نخدم في هاد العوينة الثانية، نخدم في هادي الثالثة. دابا ثلاثة ضربات غيعطونا جوج عوينات، غنرجع في هاد جوج عوينات نشد هنا في هاد الخيط الشدة الأولى ونرجع في جوج عوينات، نعود نرجع نشد الشدة الثانية شفتو أخواتي الخيط، غير ديو قياس من هنا لهنا، خليه واحد شوية مرخي يلاه تيجي هو هذاك. صافي نرجع في جوج عوينات، صافي نجي دابا لهنا غنخلي هاد العوينه ونخدم في هاد العوينات، نعاود ثاني نخلي الخيط قياس هاد المسافه من هنا لهنا، ولكن نخليه واحد شويه مرخي بحال هكا، واحد جوج ثلاثه اربعه
خمسة ها ستة، هادو أخواتي ستة العقدات. غنشد هنا في التوب، غنرجع غيعطوني غير خمسة العوينات. ها وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. غادي نخدم دابا في هاد الخيط، هنا راه كنخليو غير عوينة وحدة. نشد هنا الشدة الأولى في الخيط ونرجع مع هاد خمسة العوينات، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر، ونشد هنا الشدة الثانية ونرجع. هانتوما اخواتي شفتو الخدمه بدات كتبان لينا. غنشد دابا هنا في التوب وننزل مع هاد السطر كامل، نهز هاد العوينات، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه. هنا راه دائما ملي كنقزو عين غنعمروها بجوج، سته، سبعة. هنا نخدم جوجات، تمنية، تسعود. هنا نخدم جوج، عشرة، حداش، اثناش، تلتاش، ربعتاش، خمستاش، هستاش. صافي اخواتي كنعوضوا العوينات ديالنا وكننزلو بسطر عادي. صافي دابا غنشد هنا في التوب ونرجع عاوتاني. هنا في الاول اخواتي درنا سبعة، هنا خمسة، دابا غندير ثلاثة. كل سطر كنخليو جوج عوينات، وحده راه كتهز لينا في هذه الدرجه، ووحده هي اللي كنخليو هنا الوسط. غادي نهز دابا غير ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة. نخلي هاد الجوجات، نعاود نرجع في هاد ثلاثة حتى ندير دريجة. صافي رجعت في هاد ثلاثة العوينات حتى ولاو عندي هنا جوج عوينات. دابا غنخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخلي عاوتاني الخيط شويه مطلوق، نخدم هنا، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، ستة. غنخدم هنا في السابعة. دائما اخواتي ديروا سبعات الشدات ملي غترجعوا فيهم غيعطيكم غير ستة، جوج ديال هنا وجوج ديال هنا وجوج ديال هنا. هانتوما دابا شديت سبعات الشدات، ضروري تشدوا سبعة. وهنا غتبقى لينا عوينة، وهنا غيبقاو لنا اربعة، واحد، جوج، ثلاثة، اربعة. دائما هاد القياس اللي عندكم هنا كل درجة طيحوا منه جوج عوينات. دابا غنرجع في هاد سبعات الضربات، ضرب سبعة الضربات غيعطوني ستة العوينات. ها وحدة، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها ستة. جوج ديال هاد العوينة وجوج ديال هنا وجوج ديال هنا هي ستة. دابا غنشد في الخيط الشدة الأولى ونرجع في هاد ستة العوينات. نعود نرجع،
نشد هنا الشدة الثانية ونرجع. صافي هنا راه تيوليو عندنا جوج عوينات، نخلي عين هنا ونجي لهنا، نخلي هذا الخيط مطلوق شويه بحال هكا، ونخدم في هاد العوينات واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة شدات. غنشد هنا في التوب، غنرجع فيهم، غيعطوني ثلاثة العوينات، واحدة جوج ثلاثة. هذه الشدة الأولى صافي، ونرجع في هاد ثلاثة العوينات، واحد جوج ثلاثة. الخيط أخواتي ولا قصير، غندخلو هنا في التوب وركب خيط آخر. شفتوا أخواتي كيفاش تجي؟ الصراحة راه تجي زوينة، وانا وريت لكم الطريقه، ويمكن لكم تزيدوا فيها القياس اللي بغيتو. غير بداو في الاول، الا بغيتو هذا القياس هذا بداو ب 16، ولكن الا بغات تزيدوا زيدوا بالربعه، غتزيدوا جوج في هادشي وجوج في هادشي. بغيتو تنقصوا دائما نقصوا بالربعه، المهم القياس هو 16. انا ملي غنكملها غتشوفوا اخواتي، غتبقى لينا هنا ضربه وهنا ضربه. نجي لهنا فوق اخر ضربه، نخدم فيها، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نزير هاد الضرب مزيان، ونجر الخيط في نفس الوقت، نجر الخيط صافي، ونشد هنا في التوب. هنا اخواتي يلا شديت الشده الاولى في هاد الخيط، غادي نعاود نرجع نشد الشده الثانيه. نشد هنا ونرجع، نرجع في ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. نشد هنا في التوب صافي. دابا اخواتي شفتو كيفاش تجي؟ غننزل دابا مع السطر كامل، نخدمو العوينات اللي عندنا، وملي نوصلو الخيوطة نخدمو فيهم جوج عوينات. المهم كنعاودو نعوضو القياس باش بدينا في الاول كيبقى عندنا. دابا نوصلو هنا كنخدمو جوج، لحقاش هنا ناقصنا عوينه غنعمروها بجوج. صافي اخواتي نشد هنا في التوب، كانوا عندي هنا من قبل ثلاثه العوينات، دابا غنخلي جوج، يعني هنا غتبقى عندي غير وحده، غنخدم غير في وحده ونخلي هنا جوج باش نديرو هاد الدريجه الثالثه. نرجع في هاد الوحده، نعاود نشد هنا في التوب. انا هنا قياس 16 عين، بقات لي هنا غير عوينه وحده. بغيتو تخليو نتوما هنا الراندة زايده، شوفوا زيدوا الراند اللي بغات تزيدوها، غير هي من الاحسن تجي بحال هكا شاده على التوب. نرجع في هاد العوينه حتى تولي عندي هاد الدريجه فيها في الجنب جوج عوينات. هانتوما واحد جوج، غنرجع لهنا ونجي دابا لهنا، غنخلي هاد العوينه ونشد هنا الوسط، غير خلي وحده وشدو هنا، نخليو الخيط واحد شويه مرخي صافي. غنخدم هنا في هاد العوينه، غنضرب الضربه الاولى، ثانيه، ثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثامنه، تسعة. هانتوما اخواتي غير باش ما تغلطوش، بحال لي هاد الخدمه اللي غنخدمو الوسط، عندنا جوج عوينات ديال هنا، أربعة، ستة، تمنية، وهنا عشرة.
وحنا باش يبقاو لنا 10 قلت لكم كنشدو 11 شده، وملي غنكون راجعه غتعطيني 10 العوينات. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ها 11. دابا باش يجيوني هنا 10 العوينات، يعني 2 4 6 8 10، غنشد 11 شده، هي هذه 11. دابا غنرجع فيها غتعطيني 10 العوينات. ها 1 جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود ها 10. شفتوا أخواتي؟ دابا نخدم في هذا الخيط، نشد الشده الاولى. ها انتم اخواتي، انا راه حاولت ما امكن باش نكمل لكم هاد الجوزه كامله في فيديو واحد، ولكن ها انتم تشوفوا يلا وصلنا تقريبا نص الفيديو اللي طويل بزاف. غادي نوقف لكم الفيديو هنايا ونكمل لكم التتمه في الفيديو اللي ورا هذا، وغادي تلقاو الجزء الثاني في صندوق الوصف او لا غتلقاو فيديوهات متابعين. تنساوش اخواتي لايك للفيديو، اللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، واللي قادره تبارطاجي الفيديو تبارطاجيه باش يوصل الاخوات اللي مهتمات براندا وباغيه تتعلموا ليها. وشكرا لكم، السلام عليكم، غنتلاقاو في التتمه ان شاء الله.